السلام عليكم. اليوم نروح لولاية أدرار اللي نقف على المشروع تاع المستشفى تاع أدرار لمكافحة السرطان، واللي يعني تم يعني وضعه حيز الخدمة اليوم، وذلك بعد عملية تاع التجهيز تاع المستشفى بكل المعدات الطبية من أشعة وكل الآخر طراز من آخر يعني الدنيير جينيراسيون نتاع الماتيريال هذا. والمؤسف هو أن المستشفى هذا يتم فتحه بعد يعني وضعه في الخدمة بعد 3 سنوات من انتهاء الأشغال به. إذن معليش يعني أحسن أن نصل متأخرين من أن لا نصل أبدا. إذن هذا هو وضع المستشفى أدرار لمكافحة السرطان في الخدمة، إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.